مساء الخير أعزائي المشاهدين، وين ما كنتوا عم تتابعونا لليوم الخميس 15 نوفمبر، حلقة جديدة من حلقات البست أوف من برنامج على الموعد. هيدي الحلقة يلي منجا منعيد فيها أبرز العناوين والمواضيع واللقاءات والتقارير يلي كانت معنا خلال كل هيدا الأسبوع لكل المشاهدين يلي ما قدروا يتابعوها. من عناوين حلقة اليوم رح نبلش مع الموضوع والسؤال يلي طرحناه، هل بيستطيع الفنان إنه يتفرغ لفنه؟ من بعدها رح نروح لهواية الأسبوع يلي كانت ركوب الخيل، رياضة الملوك والأمراء والشيوخ والأطفال كمان. سرطان البروستاتا والعلاج بالأوزون هو موضوع من المواضيع يلي رح نرجع نعيد عليكم، وأكيد فقرة التوب 10 يلي رح نتعرف خلالها على أخطر الطائرات النفاثة بالعالم. أكيد رح يكون لنا عودة لفنان الأسبوع أستاذ حاتم علي وفقرة البرستيج، وكمان رح نتوقف عند حوار حول مشروع قميص، أحد المشاريع المنزلية الصغيرة. كل هالمواضيع اليوم بحلقتنا، فبدعيكم إنه تتابعونا وتعرفوا أكثر شو كنا عم نحكي خلال هيدا الأسبوع. من مواضيعنا الاجتماعية الفنية المهمة يلي طرحناها هو السؤال كمان، هل بيستطيع الفنان التشكيل التفرغ لفنه؟ شو هو دور الصلاة ومعارض الفن؟ خلينا نتابع نحن وياكم الحوار يلي كان مع السيدة فاطمة غزال، مشرفة ورشات العمل بفن أبو ظبي. نتابعوا سوا. معظم الفنانين بيبتدوا فنهم كهواية بيمارسوها، وبعتقد انه لازم يكون في مصدر، يعني الواحد بده يعيش فبكون مصدر تاني للمعيشة. لكن في الدول تانية كتير في فنانين عايشين على الفن، لكن احنا عندنا في السعودية لسه ما وصلنا لمرحلة انه الفنان يقدر يعيش على بس فنه، مقابل انه ما في هذاك الاقتناء مرة كثير، ما في الدعم اللي بيدعم الفنانين وبيديهم التفرغ انه هو بس ممكن يقدر يعيش على فنه. انا طول عمري عندي وظيفة، لكن كل وظيفة انضميت لها كان لها علاقة بالفن. هو يعتمد على الانسان كيف يختار الوظيفة. انا شخصيا مستحيل اكون في وظيفة في مكتب او في بنك او في وظيفة مكتبية او في بلدية او في اي مكان. انا كل الوظائف اللي قدمت عليها والحمد لله اخذتها كانت وظائف كلها بالفن، وكلها فيها انسبريشن وفيها الهام وفيها كل انواع، يعني انا محاطة بالفن في كل وظائفي. يعيش فيه ما يموت يعني، بعدين حسب اي، في منهم بيعيشوا احسن من اهم بيزنسمان بالعالم يعني، وفي منهم ما بيعيشوا. ما هيدي يعني حسب كل فنان وحسب كل، حسب وضعه، حسب وين بيشتغل، حسب شو بيشتغل، حسب اذا ببيع او ما ببيع. يعني ما فيني اقول لك ايه ولا لا، في كثير منهم عم يموتوا من الجوع، في منهم ملياردارية يعني. بيقدر يعيش من فنه بس مو ببداية ممارسته للفن، حتى لو كان مختص ومتخرج فنون واخذ شهادات عالية بالفنون، بس لازم يشتغل اول. ممكن يعني بعرف كثير فنانين بيشتغلوا مدرسين، بيشتغلوا هيك لما يوصلوا مرحلة على الاقل 10 سنين لحتى يقدروا يعيشوا من وراء الفن، لان ما بيكون نعرفه، لانه الناس صح انه حتى لو كان بيرسموا كويس وهيك، بس كمان الناس بتطلع على الاسماء وعلى الشهره وهيك، فبده وقت. انا لانه برسم وهيك، فالناس كثير مثلا بيقولوا لي انه مثلا لو ترسمي كذا بتبيعي لوحات اكثر، لو بترسمي كذا. انا لا يمكن مثلا اني ارسم لوحه احط فيها الوان لانه بتناسب ديكور البيت الفلاني اذا انطلب مني مثلا. يعتمد على الفنان، اذا كان الفنان مستعد لانه يغير من فنه ومستعد انه يغير من شخصيته عشان يعيش من خلال فنه، فهو ممكن يسوي اعلانات لفنه عن طريق انه هو يجاري السوق. لكن اذا كان الفنان مش مهتم ابدا براي الجمهور او براي اي احد، مهتم انه هو يطلع فنه اللي هو مقتنع فيه او بالطريقه اللي هو حابب يوصلها، ممكن يوصلها. هو يعتمد على نظره الفنان للفن، هل هو ينظر لك كوسيلة أنه هو لازم يبيعه أو ينظر لك كوسيلة للتعبير عن نفسه فقط. كمان حسب الفنان. أنا شخصيا سوق تجاري ما بعرف شو هو، وبركة هو ما بيعرف أنا شو، وتعاطي معه يعني تعاطي بين بعض كتير قليل، بركة في شي نهار بيكتشف السوق التجاري شو بعمل، بس وكله منيح، بكون كتير مبسوط أكيد نهار اللي لوحاتي بينباع
وبصير غني وكل شيء وشامبانيا كثير كنت مبسوط، بس ماني يعني ما فكر بهالشغلة، ما بحياتي بشتغل لأوصل لهذا الصوت تجاري. ممكن الفنان إنه يعمل إكسبيرمنت، يعني إكسبيرمنت إنه شو الذوق العام اللي بحبوه يعني يشوفوه، ممكن وقتها يعمل ميكس بين his style وشو المطلوب to have a mid solution. إذا بتغير الفن عشان السوق معناته أنا ما أعتبره هذا فن، مع هذا صار تجارة، وإذا صارت تجارة ما يعني إذا نجح الفنان فيها في المرة الأولى الثانية الثالثة المرة الرابعة يعني حيبان. يعني اليوم ما شفنا استطلاع رأي بقدر ما كان رأي المشاركين ورأي فنانين، وكان تقرير من التظاهرة هذه فن أبو ظبي. إذن موضوع تسويق اللوحات والفن يفتح الباب أمامنا حتى نسلط الضوء على أهمية مهرجان فن أبو ظبي وما حمله من فعاليات وورشات عمل، إلى جانب استقطابه لأبرز الجاليري في العالم. طبعا أزي المهرجان ستار عليه من في دورته الرابعة، وكذلك يوم أمس في جزيرة السعديات، ونيال اللي قدر يروح لأنه شيء كتير مهم، ومش كما قلنا في الأجندة وقت حكينا عن الموضوع، مش كل يوم بنلاقي هيك شيء بالدول العربية. أبو ظبي صارت عاصمة فنية بامتياز، وحبينا اليوم نرحبوا بالسيدة فاطمة غزال مشرفة ورشات العمل بفن أبو ظبي. أهلا وسهلا فيكي. هلا فيكم، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. تمام في الحال. عم نحكي عن فن أبو ظبي بدورته الرابعة، عن جد صار منصة حقيقية للفن، وصار في يعني بتعرفي إنه وجهة فنية صارت أبو ظبي وجزيرة السعديات. شو فيك تخبرينا عن هالدورة الرابعة، وممكن شو اختلافها مع الدورات السابقة؟ طبعا هذه السنة الرابعة مثل ما تفضلتي، هذه السنة الثانية في فن أبو ظبي في جزيرة السعديات في المنارة، في منارة السعديات. طبعا استقطبنا عدد كبير من الجاليريات هذه السنة، 70% من الجاليريات هي جاليريات عادت مرة أخرى لنا، هذا يؤكد على اهتمامه بالمشاركة في فن أبو ظبي. 12 جاليري جديد عندنا مجموعة كبيرة من الجاليريات الآسيوية، أكبر مجموعة من الجاليريات الآسيوية تشترك معنا كانت في هذه السنة. عملنا مسابقة للفنانين، وجهناها للإماراتيين، الفنانين الإماراتيين هذه السنة، هي مسابقة شعار أبو ظبي آرت، كل فنان أخذ شعار أبو ظبي آرت ونفذ بطريقته الخاصة. 12 فنان فازوا في هذه المسابقة وعرضنا أعمالهم. حلو. وحطيناها في يعني بوعة أعمالهم على شكل أكياس وعلى شكل قرطاسية هم صمموها أيضا. جميل. عندنا أيضا عدد كبير من ورشات العمل، عندنا ركن خاص بالأطفال، عندنا ورشات عمل للمراهقين والكبار السن، عندنا استقطبنا عدد كبير من المصممين الإماراتيين عشان يسوون ورشات عمل المصممين الإماراتيين. فن أبو ظبي هذه السنة حقق نجاحات كبيرة، استقبل عدد كبير من الزوار اللي مهتمين جدا في أنهم يزورون أبو ظبي آرت. في ناس حتى صرت أنا أعرفهم، أوجه يعني مألوفة صارت بالنسبة لي من دورات سابقة، من دورات سابقة صار عنا وجوه كثير مألوفة يسألوا عنا، ويسألوا حتى أنهم مهتمين يعرفوا شو راح يصير السنة المقبلة اللي نحن لسه ما جهزنا لها، يعني السنة المقبلة هم مهتمين من هذه السنة يعرفوا شو راح يكون السنة القادمة. سوينا عدد كبير من المحاضرات او الليكتشرز، في عدد مهم كبير من الفنانين جو هذه السنه عشان يسووا مثل ديسكشن بينهم وبين الجمهور. من الفنانين مارينا ابراموفيتش اللي هي تعتبر من اشهر المؤدين العروض الفنانين في العالم، استقبلنا سوبوت جوبتا من اهم الفنانين الهنود في العالم، ايضا فنان حضاري. كما حضروا عنا المصممين اللي صمموا الاركتكتشر المباني الموجوده في جزيره السعديات. حلو. استقبلنا جون نوفيل وفرانك غيري، كلهم جو عشان يحطوا للجمهور مثل يعني سوينا منصه بينهم وبين الجمهور ديسكشن. بالعالم العربي في منافسه من بلد ثاني بهيك مهرجان خلينا نقول، ولا بعاد عن منافسه انتم صرتوا؟ كل المهرجانات في العالم تصب في مصلحة الثقافة الفن والفن. طبيعي طبيعي. فن أبو ظبي يقوم في يعني يكمل مسيرة كل المهرجانات في الحياة، هو مهرجان على مستوى عالمي. صحيح. يستقطب عدد كبير من الجاليريات العالمية حول العالم، فبالتالي هو أيضا مكمل لمسيرة الفن.
حكينا عن هالجاليريات وحكينا عن صالات العرض، قديش ممكن علما انه احنا انطلقنا موضوعنا من الفنان اللي ممكن ما يقدر يعيش بفنه، قديش ممكن هال يعني نوع من المنصات وهالجاليريات والصالات تخدم الفنان حتى تكون تلعب دور الوسيط بين الفنان والزبون او العميل، او شو رايك بالموضوع؟ طبعا مهرجانات الفنيه تدعم المعارض اللي تدعم الفنانين بهذا الشكل. فن ابو ظبي يستقطب شريحه كبيره من الزائرين متذوق، ليش مش فقط موجه للفنانين، موجه لكل الناس، زوار من الاطفال من الكبار من المقتنين الفن. حقق فن ابو ظبي مبيعات هائله من عدد كبير من المعارض، يعني تبيع اعمالها، هذا يدل على اهميه المعارض واهميه الفن بالنسبه يعني الفنان بالنسبه للمعرض اللي يعرض عمله. صحيح. لما يحقق مبيعات. صحيح. الناس اللي جزروكم اثناء كانوا مواطنين اكيد وناس مقيمين هنا، وفي اجانب ممكن كانوا زوار هنا كسياح وزاروا هالتظاهره. كثير، في عدد كبير من الزوار جو خصيصا لفن ابو ظبي. في عندنا مدرسه في عمان عندهم منهج خاص بالفن، جاءوا خصيصا من عمان، حتى هم مدرسه ثانويه، جاءوا خصيصا من عمان للمشاركه فقط في ابو ظبي ارت. جاءوا على مدى يومين، اول يومين في ابو ظبي ارت كانوا مشاركين معنا. جميل جدا. حلو لما يكون مناسبه حتى نقدم اعمال فنيه، علما انه انتم هالسنه كان في جناح خاص بالاعمال الاماراتيه، نافذتي يمكن اسمها اذا مش غلطانه، في عندكم شيء جناح لفقط الاعمال الاماراتيه؟ الاعمال الاماراتيه لها اهميه انها توصل للمصاف العالميه، لذلك كان لها مكان في جميع المعارض العالميه. عنا نحن سوينا مسابقات خاصه للفنانين الاماراتيين طبعا عشان يكون لهم وجود في فن ابو ظبي. هم اصلا لهم وجود ليس فقط كفنانين ولكن ايضا كزائرين وكمشاركين في ورشات العمل الموجوده عندنا في فن ابو ظبي. اليوم في الفنان بتحسي بيقدر يتفرغ لفنه ويعيش من فنه، ولا بعد في مشاكل خاصة وانتي باحتكاك مع الفنانين إماراتيين كانوا أو أجانب عم تعيشي عم تشوفي من سنة لسنة من دورة لدورة، هل الفنان يعني في سوق لأعماله غير هالتظاهرات والمنصات المهمة جدا؟ شو بتحسي يعني؟ أنا فنانة أصلا في الأساس. شو بتعملي؟ بس أنا كان بدي أسألك شو بترسمي؟ نعم أنا أشتغل فن حديث، يعني ميكس ميديا يسموه. قدمتي أعمالك بأبو ظبي آرت؟ لا للأسف، لأن إنسانة كسولة. أوكي، حلو الاعتراف أوكي. ولكن التفرغ للفن، كل إنسان يحتاج أنه هو يدعم عمله، صح؟ فأنا كفنانة أحتاج أن أنا شخصيا وجهة نظري كفنانة أحتاج إلى عمل يدعمني كفنانة، يعني أشتري أغراض الفن وأحضر الفن وهكذا. لكن أنا عملي أنا يلهمني يكمل مسيرتي الفنية، لأن أنا أشتغل أصلاً أعمل في مجال فني. أنا مستحيل أشتغل في مجال غير الفن، لأني ما راح أقدر أشتغل في مكان غير فني، يعني في بنك مثلاً أو في بلدية أو في مستشفى، صعب جداً بالنسبة لي. لكني أنا أشتغل في مكان يعطيني دفعة كاملة أن أنا أؤدي أعمال فنية. أنا يومياً يطلع من عندي مش أقل من 25 فنان، يعني أنا لأني أسوي ورشات العمل، بالتالي هذا الشيء يلهمني، يضيف إلى قدراتي كفنانة، يعطيني تقنيات حديثة، ممكن أكتشف شخص آخر يؤدي التقنية اللي أنا علمي إياها بطريقة مختلفة ومفاجأة بالنسبة لي، وتخليني أكتسب خبرة جديدة أن أنا أضيفها إلى عملي كفنانة. فأنا أعتقد أن الإنسان أيا كان مجال عمله أو أيا كان اهتمامه، حتى لو كان إنسان موسيقي أو إنسان طبيب مثلا أو أي شيء، لازم يجد الوظيفة اللي تدعم موهبته الخاصة، لأن إذا ما كان هو في وظيفة تدعم موهبته الخاصة ما راح يكون عنده قدرة على الإنتاج ولا على التجديد ولا على الإبهار. الإنسان لازم يكون عنده قدرة أنه هو يبهر الناس في عمله في وظيفته عشان يكون عنده فرصة أنه هو يتقدم أكثر. هلا بتحسي أنت لو ما كان في هذا المهرجان وما كان عندك وظيفة بهالورشات وما كنتي كسولة كمان وما بتكون عندك إنتاج فني على مدار السنة، هل بتحسي أنه ممكن يكون هذا مورد رزقك الأساسي والوحيد؟ يعني أنت بتعيشي وممكن بتعيشين بس من هالفن؟ الفن ولا صعب؟ شو يعني شو السوق شو الطلب والعرض بالنسبه للعرض؟ قديش في طلب؟ قديش بعرف انه الامارات في مثلا اوتيلات كثيره، مطاعم، الكل بيجرب يكون عنده احلى اللوحات احلى، هل شيء بيقدر يعيش فنانين ولا مش كافي وبحاجه لاشياء ثانيه كمان؟ انا كامراه من حقي جدا ان اقول ان انا ممكن ما اشتغل واقعد في البيت واكون فنانه فقط، لاني انا امراه. لكن اذا كان فنان رجل عنده مسؤوليه وعنده بيت وعنده اولاد،
سواء في أي دولة في العالم صعب جدا جدا أن هو يتفرغ للفن إلا إذا كان إنسان منعزل، إنسان لوحده وحيد. لكن بالنسبة لدولة الإمارات تدعم جدا الفنانين في برامج خاصة للفنانين، لكن الفنان هو مسؤول عن نفسه، الفنان مسؤول يبحث عن هذه البرامج ويبحث عنها. لكن فعلا في فرص كثيرة وفي وظائف كثيرة وفي جاليريات، مو بس جاليريات، في مؤسسات حكومية تدعم الفنان وتوجهه أنه هو ينطلق انطلاقة أولى ويتفرغ. ما في خوف من أنه هالتوجيه يكون على حساب العمل نفسه وقيمته الفنية كقيمة فنية، بيصير أنه الجمهور عايز كده والسوق عايز كده والناس اللي بتقتني عايزين شيء بيلبق لديكورات بيوتهم مش شيء في منه هيدا؟ هذا شيء عائد الفنان. هذا شيء يقرر الفنان، الفنان يقرر هويته الفنية، الفنان يقرر بصمته الخاصة. إذا الفنان حابب أنه هو يكون للناس فهو حر، هذه حرية خاصة. إذا هو حاب يكون لنفسي ولقيمتي الخاصة حرية، هذا شيء خاص فيه. في ناس كثيرة تقدم أعمال فنية غير مفهومة، يعني مثلا في ناس تسوي لوحات صعب جدا أي أحد يتواصل معها، لكن لها سوقها الخاص. وفي ناس تقدم أعمال فنية للناس، صحيح، يعني صح. للسوق. بس ذكرتيني بصورة الفنان اللي لحاله بيكون البوهيمي اللي عم بيرسم وهيك وعايش لحاله، ما في قصة مدارس، ما في أجار بيت، ما في بيت قصة إذا عم بيشتري بيت بده يدفعه، يعني كمان مهمة. أنا بس بقول شيء، أعتقد أن الفنان عشان يكون متفرغ للفن لازم يعاني، لازم يعاني جدا عشان ينتج. إذا كان مرتاح وعنده ما راح يكون عنده قدرة على الإبداع. شخصياً صعب، انا اعتقد انه صعب جدا انسان يكون عنده الهام اذا كان هو خارج من دائره المشاعر. لازم يكون في مشاعر قويه جدا عند الانسان عشان يكون قادر على اخراجها بوسيلته الخاصه. ساعتها خوفتينا لانه بالامارات بحس المواطن ما عنده هالعناء والمعاناه كثير. غنج بغنجوكم بالامارات. الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله ندعتوا هيك، فبالتالي ما فيها الالم والمعاناه اللي يخلي الواحد يبدع. ممكن مع انه في مبدعين اماراتيين والحمد لله، يعني بيكون عندهم مصدر آخر للإبداع. المعاناة مش لازم تكون مادية، في مشاعر، في فقد، حلو. في حزن، في يعني في ممكن معاناة أصلاً من المادة هي نفسها، إنه أنا عندي أشياء كثير ما عندي شيء أوصله. ففي الفراغ ممكن يكون الفراغ. فكرة الفراغ. فعلاً المعاناة كثيرة. أنا أعرف ناس معاناتهم إن مثلاً أهاليهم ضغطين عليهم بشكل كبير مع أن عندهم كل شيء، فمن هنا تجي معاناة إن هم يتمردوا. حلو. عن طريق فنهم. فأي من كل مكان ممكن الإنسان يبدع. كتير حبيت إجابتك عن جد. عن جد فنانة وذكية وهالشي كتير حلو. طيب حتى ننهي هاللقاء، كيف تشوفي مستقبل أبوظبي الفني؟ هل ممكن أبوظبي تصير غير إنها وجهة فنية بس فوق في سوق للأعمال الفنية؟ طبعا اكيد من خلال المتاحف الكثيره اللي راح تنفتح. احنا عندنا متحف جوجنهايم ابو ظبي، راح يفتح لوفر ابو ظبي اللي هي عباره عن ايدنتيتي خاصه في ابو ظبي، مش فرع من اللوفر اللي في باريس ولا فرع من الجوجنهايم اللي في امريكا، كلها شيء خاص في منطقه ابو ظبي، براند جديد يعني. وعندنا والاسم بس يكون لانه بالتعاون معهم ولا هو مثل يعني معترفين فيه كمتحف مشان هيك الاسم يكون نفسه؟ لا، هي ايدنتيتي خاصه في مدينه ابو ظبي، سموها لوفر ابو ظبي لان الفن اللي راح يكون في لوفر ابو ظبي راح يكون تابع لنفس الكولكشن اللي يعني فن كلاسيكي. الجوجنهايم لانه راح يعتمد على الفن الحديث. عندنا زايد ناشونال ميوزيوم اللي هو متحف زايد الوطني، راح يكون متخصص في الفن فن يعني الحضارات وثقافات من العالم. عندنا متاحف كثيره راح تفتح وراح تتحول جزيره السعديات في المستقبل، يعني خلال السنوات القادمه قليلا ان شاء الله، الى منطقه ثقافيه متكامله، يعني حتى راح تفتح فيها جامعات ومدارس فنيه ومجتمع فني متكامل، تبدا مناره السعديات في الجزيره. حلو كثير. شكرا جزيلا للفنانه الجميله والذكيه وبس الكسوله شوي، راح توعدنا ان شاء الله السنه الجايه يكون في اعمال اكثر. فاطمه غزال، شكرا على مشاركتك وحضورك معنا في على الموعد. كل سنه وفن ابو ظبي بالف خير. الدوره اللي خلصت البارحه وازيله ستار عليها الدوره الرابعه. حبينا اليوم كمان أنه يكون للهوايات الرياضية مساحة بحلقتنا، مشان هيك رح يكون لنا عودة لتقريرنا عن هواية ركوب الخيل. خلينا نتابع نحن وياكم. We'll be right back.
اسمي سلطان نعيمي وأنا مارس هواية الفروسية من حوالي يعني 20 سنة من يوم يعني صغار وتمينا مستمرين فيها. يعني هي رياضة إدمانية أكثر يعني ما تقدر يعني تتخلى عنها once you get used to it يعني وتدخل فيها صعب يعني الرجوع منها. يعني والله هو أول من شجعني طبعا الوالد لأن عندنا خيول في المزرعة فركبت يعني من عمري 8 لحد 9 في يعني مع العائلة وبعدين تحولت إلى مدرسة العسكرية عندنا في أبو ظبي فكان عندهم في أول تقريبا هي كانت أول مدرسة للخيول فكنا مشاركين فيها ومن هناك انطلقنا وهي هذه المدرسة أصلا المدرسة اللي تخرجوا منها من أحسن الفرسان اللي في أبو ظبي حاليا. يعني كل حصان يعني ما يعني ما يعني كل حصان هي نسبة وتناسب مش أي واحد يقدر يركب يعني هالحصان يمكن ينفع لي أنا في حصان ثاني أنا ما أقدر أركبه مع أنه هو زين يكون وبروفيشنال ويقفز بس أنا ما يناسبني فكل شخص له خيل معين مثل ما تقول نسبة وتناسب يعني الطول الجسم القوة الإيد يعني وايد أشياء. والله تشوف الفروسية تعلمت الصبر تعلمت الأخلاق تعلمت المثابرة تعلمت الثقة في النفس فإلها وايد 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 أشياء. الاهتمام بالخيل طبعا يقومون فيه هم السياس اللي من النادي اول ما يخلص ركوب يقوم بتسبيحه طبعا سقيوا الماء وياكلونه يعني اعتقد اي واحد يقدر يعني يستطيع بامكانه ركوب الخيل بس مثل ما تقولين هي بالها المثابره ويريد لها الشغل اللي يعني اليومي يعني اتليست 4 أيام 5 أيام حق البيجنر أن بعدين انت من يشتغل الكيمستري بين الخيل وبين الفارس خلاص هذا يسوي في الدم ف لوحدك انت تحصلك جاي حتى مرات في الويكند تيجي تسلم على الخيل لوحدك يعني شيء يعني تكون مشتاق له تبغى تشوفه تجيب له جزار تجيب له شيء يعني معظم الناس شيء. اول شيء يعني انا انصح الابهات يعني اللي يعني اللي قادر وعدال بيته نادي انه يودي اولاده يعني يعلمهم عن الفروسيه هذا الشيء الرسول يعني وصى فيه اول شيء وثاني شيء الاستمراريه في الركوب مش يجيب اسبوع ووقف شهر وجيب اسبوع لا هاي لازم من يشترك واحد في نادي لازم يكون مثابر. هيدا كان القسم الاول من حلقتنا لليوم خليكم معنا نرجع نتابع بعد الفصل. مرحبا عن جديد. رح نتقف هلا عند المهرجان العالمي للمأكولات الفاخرة بدبي وما رافقوا من أجواء بتشير لثقافة الشعوب وحوار الحضارات ولا سيما كل شيء بيتعلق بالتذوق. خلينا نتابع نحن وياكم كل التفاصيل. تحت شعار استمتعوا بطعم اللقاء اختتمت فعاليات المهرجان العالمي للمأكولات الفاخرة الحدث المتخصص بأطعمة الذواقة والطعام الراقي في الشرق الأوسط والتي استضافتها مدينة دبي. It has a really good energy. People, I've just walked down one of the paths here and seen somebody
taking honey and mixing it with cheese and then taking some bread. So we've got a, you know, we've got a baker, we've got cheese maker and a honey maker, and everybody's working together and sort of, you know, and that's the most important thing about the festival is that communication. We want people to come, speak to the farmer, speak to the chef, speak to the supplier. You know, we're on a 360, get involved in every aspect. I think more and more people are asking about their food. Where does it come from? You know, how is it sourced? And you know, that's what we're focusing on at the festival. كما ضم المعرض أغلى أنواع العسل في العالم وبالذات عسل السدر اليمني والذي يعرف بأنه عالي الجودة عالمياً. بشكل عام الخليجيين والعرب يعني يحبوا العسل اليمني السدر الدوعاني، وما شاء الله يعني هو من أفضل وأحسن عسل يعني بالعالم، والحمد لله في هذا المعرض عرفنا العسل اليمني للأجانب، وهم لأنه ما كانش عندهم فكرة كيف الطعم والذوق العسل اليمني، وعطيناهم هذه الفرصة، ما شاء الله يعني يعجبهم جدا، يعني طبيعي 100%، ما حد يسخنه على طول من المزرعة إلى البطلز يعني حقنا الحمد لله بفضل الله. سو ما فيش أي كيميكلز، ما فيش أي سكر. أغلب الخليجيين يقول السدر اليمني أكيد يعني في شوية عسل، في سكر ولا في يعني، إحنا هذا 100% نشرف على المزارع، نعرف الناس الحمد لله بفضل الله، وعندنا دكاترة بيجوا بيختبروا يعني العسل، وكمان يعني نودي لألمانيا يشوفوا الكونتنت يعني الشجر كونتنت، ما تعرفوا إن هذا طبيعي 100% بدون أي artificial يعني حاجات فيه. جمع هذا المهرجان الحرفيين العاملين في إنتاج الطعام والمشروبات ومكونات الطعام الراقي اللازمة لتلبية طلب المتزايد من قطاع الضيافة والأغذية في الشرق الأوسط. وتم إطلاق أول علامة إماراتية متخصصة في بيع حليب الأبقار العضوي المستحصل من ماشية تأكل الحشيش الخالي من المواد الصناعية. أنا بديت الأورجانيك من 3 سنين تقريباً، يوم حرمتي حملت فكرت يعني بنتي شو بتاكل، تعرفين الاوضاع كيف الحين، كله كيميكال وكيماويات وانتي بايوتيك وهرمون. الحمد لله يعني البارحه احنا سوينا لونش الحليب اورجاني ليشز فريش لوكال ميلك. انا ما كنت سمعت يعني في الخليج في اورجانيك ميلك، اظني نحن اول ناس باشرنا بهذا الموضوع. كذلك يعني الحليب يكون يعني عضوي، بما معناه ان البقرة ما تلاقي اي انتي بايوتيك اي هرمون اي اشياء اضافية في الاكل، تاكل الاشياء الطبيعية من المزرعة نفسها. تأتي فخامة هذه الأطعمة من سعرها الذي يزيد اضعافا كثيرة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، والأهم من ذلك كونها غير متاحة في الأسواق سوى من خلال عدد محدود من الموردين وعملائهم من الفنادق وعدد من الشخصيات الخاصة جداً. ولا محبي التعرف على المشاريع الصغيرة، حبينا اليوم نرجع لمشروع قميص وحوارنا يلي كان مع الشريكين فيصل هادي وعمار العطار. خلينا نتابع نحن وياكم هذا الحوار. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، وطبعاً لقاءنا اليوم في مع شباب من دولة الإمارات كان لهم مشروع خاص وبدأ عن طريق الأونلاين، التسويق الإلكتروني الإنترنت طبعاً، ومثل ما نعرف تسعى غرف التجارة في دولة الإمارات إلى دعم مشروعات الشباب حتى لو كانوا داخل منازلهم، فيكفي أن أي واحد يقدم صورة عن مشروعه حتى يحصل على رخصة انطلاق ليمضي من خلالها في تنفيذ مشروع عمله. طبعاً الليلة سوف نسلط الضوء على إحدى هذه المشاريع الصغيرة من خلال تجربة الشريكين فيصل هادي وعمار العطار اللذين أطلقا مشروع قميص منذ شهر. طبعا حابين نتعرف على هذا المشروع وهذه الفكرة خصوصيتها. في البداية نرحب فيكم، لو نسألكم عن كيف جت الفكرة ومتى بدأ التنفيذ؟ فيصل ولا عمار تفضل. المشروع طبعا احنا بدينا اول شيء كنا جالسين في كوفي شوب مثل ما تقول، ففيصل قال لي والله عندي هالفكره ان ابى اسوي مشروع انه يخص بالكلتشر مالنا، حلو، بالثقافه اللي عندنا، ونفس الوقت انه يكون قميص حد يلبسه مثلا. جميل. فانا قلت له انا عندي صور في هالموضوع، ليش ما ناخذ مثلا ندمج فكرتك مع صوري
جميل. نفس الوقت ان يعني نطلع برودكت انه يكون اول شيء المنتج من كلتشر يعني. انت عمار انت عندك مهاره التصميم؟ هي انا اصلا مصور يعني فنان مصور فوتوغرافي وجرافيكس ديزاينر. لا لا بس مصور وتستعمل يمكن تعديل الصور تعديل الصور بشكل جميل قليل فيعني فيبنى الصور وشفنا سوينا يعني يسنا برين ستورمينج يعني كنا بنشوف شو الصور اللي تناسب المشروع مالنا فيعني ويلسنا وحتى قصصنا الصور وشفنا يعني يلسنا كذا كذا مره لين ما وصلنا للمنتج اللي تشوفونه الحين. زين فيصل يعني الفكره جت من عندك وطبعا سمعها عمار وحبيتوا تدمجون الفكره هذه في فكره واحده. شو الصعوبات اللي انتم واجهتوها عمار في بدايه مشروع مثل هذا؟ هل هناك كان معوقات او صعوبات ولا كان ما كانت الامور عاديه ما عندك مشكله فيها؟ والله مثل اي مشروع بتبداه في البدايه نعم. اكيد بيكون في بعض الصعوبات بعض العقبات اللي بتواجهنا في البدايه. في البدايه احنا يعني القماش مثلا احنا كل هذا القماش روحنا مختارينه روحنا سرنا ويبناه بس ان نحصل قماش بالنوع اللي بغيناه نفس الاشياء اللي بتحصلها في السوق مثلا كان وايد بالفعل صار. ان التيشيرتات تعتمد على نوعيه يمكن الشخص اللي متعود يلبس تيشيرتات مو باي تيشيرت يعجبه فيمكن نوعيه القماش جدا انا احسها وايد حلوه ويمكن لقيته وقت لين اخذت الموضوع اخذ فتره لما دورنا وحصلنا فهذا الشيء شوي محلي ولا من خارج الدوله كله اشتريناه من او يعني السورسين كله كان من داخل البلاد ما في شيء في هالمشروع كله كان يعني محلي من الامارات. طيب من بدايه يعني الفكره ما خطرت في بالكم الى مشروع التنفيذ وبدء الانتاج كم اخذت هذه الفتره؟ 6 شهور تقريبا. جميل يمكنها تعتبر ما في حد ساعدكم في او ارشادكم او نصحكم او كان سهل لكم بعض المسائل في اختصار الوقت؟ والله يعني تشوف كل ما تينا فكره او تينا شيء يعني كان نستشير الناس اللي حوالينا شو رايكم في الفكره اللي نحس انهم بيكونون الشريحه اللي ممكن تشتري هالقميص. جميل. لكن ك يعني كنصايح وشيء يعني قليل جدا. اعتمدتوا على على خبرتكم المحدودة في هذا الموضوع. طيب جميل. الموضوع الآن يتعلق بالتسويق الإلكتروني أونلاين. ما عندكم أنتم طبعا شوروم أو محل في أحد المولات أو في إشياء. كيف شفتوا قبال الناس على هذه النوعية من التسوق الإلكتروني؟ هل لقيتوا في طلب؟ يعني طبعا دولة الإمارات يمكن يمكن موضوع التسوق الإلكتروني مش له فترة طويلة. نوعية الملابس خصوصا الملابس يشوفها على الصورة مو يعني ما شاف الماتيريال او ما شاف النوعيه ما حسيت في ناس متخوفين او في ناس كانوا يسالوكم او كانوا كيف كانت وفي ناس كانوا يسالونا مثلا على السايزات عن كيف السايز هذا بيناسبني وهذا فنحن اوريدي نحن جربنا جميل على كذا واحد وعقب يعني نعطيهم تقريبا مثلا كم المقاس هذه هل يناسب كذا ولا يناسب هذا والتسويق الالكتروني يعني احنا حسينا احسن طريقه نوصل لاكبر شريحه خصوصا الشباب اللي عندنا يعني اعتمدتوا على السوشيال ميديا مثل الفيسبوك تويتر وكذا يعني الفيسبوك تويتر انستغرام يعني والبلاك بيري طبعا فهالاشياء يعني احنا يعني نشرنا كل الديزاينات اللي عندنا على الاونلاين وكيف نشرتوها هل كانت على شكل قمصان لحالها ولا مع يبتو مودلز لبسوا هاللبس والناس شافوها يعني هاي بعد موضوع تكلفه انك انت تجيب مودلز وتصورها بطريقه معينه طبعا انت مصور ما يحتاج هي مصور فعندي يعني عندي ناس اعرف يعني مودلز وهذا فيعني حتى في بعض المودلز يعني يصورون عادي مثلا تصورهم تعطيهم الصور يعني كبروفايل حقهم فحاولنا يعني بقدر الامكان نقلل التكلفه اللي علينا مثلا فطبعا احنا احسن صورنا القمصان صورناها على موديل ونجح الفكره يعني. طيب انا الحين لاحظت ان القمصان اللي عندكم فيها لها يعني هوية أو مختلفة لأن أنت قاعد تدخل في سوق يعني موجود في كل أنواع القمصان شو اللي يخليني أنا أخذ من عندك وما أخذ من غيرك أكيد في أشياء أنتوا تميزتوا فيها لو نتكلم شو الأشياء اللي أنت فكرت فيها بحيث أنك تتميز عن الآخرين يمكن فيصل طبعا القمصان اللي شايفينها الحين اللي أنا أشوف أشكال فيها أشوف لغة عربية بعد يعني مثل هذا القميص هو كله إيه. يكون نعم. صور إيه. من يعني عمار مصورينها من قبل اخذنا نعم. المنتس من هالصور مثلا هذا جرافيتي اللي هو يعني اللي يكتبونها الشباب ساعات على الجدران نعم فهذه جميله يعني فكرتها حلوه في عندك ايضا
في بعض الاشكال يعني شو اللي مثلا هاي السيايير التويوتا. انا عجبني اللوجو، لوجو قميص جاي بالعربي بالانجليزي، يمكن لو ناخذ كلوز على الشعار جميل، الفكره حلوه، وايضا على الاسم، الاسم اللوجو تبع الشركه ايضا. يمكن هذه شو فكرتها لو يمكن محبين الاف جي وال هاي لا هاي ولا التيوت اللي يسمونها شباب بوشنب. بوشنب سيارات البوشنب زين. نحن اغلب الصور لو تشوفها كلها من الاشياء اللي كانوا يستخدمونها الشباب الحين او قبل مثلا. انا حبيت هذه الفكره الكنديشن الاولي كيف كان. نعم لو نشوف هذه، هاي فكرتها وايد حلوه مميزه يعني، اي شخص بيلبسها غريبه وبسيطه ومبتكره. واللي يميز لو تلاحظ في قمصان ان هي كلها صور، مو من الالستريشن ولا الجرافيك ديزاين، لا كلها صور يعني من الواقع اللي احنا نعيشه يعني. ها اللي يميز يعني، لو تشوف انت يمكن قمصان الثاني يمكن تكون من واقع الحياه المحليه عندنا. انا من واقع. جميل. طيب موضوع كيفيه الشراء، هل يتم عن طريق الكريدت كارد اونلاين ولا يتم عن طريق طلبيه بالتليفون، ولا كيف كانت توصل البضائع والمنتجات لاصحاب الطلبات، كيف تكون؟ احنا نستقبل طلبات عن طريق الانبوكس اللي هو orders@myqamis.com. نعم هاي طريقة واحدة، أو مثلا عن طريق الفيسبوك الدايركت مسجز على تويتر. الدفع عن طريق الكريدت كارد بعد لسه بعد ما كاش اند ديليفري. يعني اوكي يسلم المبلغ كاش عندما يستلم البضاعة يشيكها ويشوفها، تعطي مجال للشخص انه اذا ما عيبت البضاعة ممكن يرجعها، او انه ممكن اذا يعني اذا ما حب اذا كان عنده اي مثلا الحجم مو صحيح او شيء ممكن يعني ما في اي مشكلة في الموضوع. احنا بنطرش له المندوب يشلا وأقوم نبدل زين. بالنسبة للقياسات طبعا هذه للشباب والبنات يعني، ممكن في عندكم أشياء ألوان أشوفها يعني البناتية وفي أولاد للأولاد. طيب في المرحلة المستقبلية ما خطرت في بالكم أشياء أخرى بعد ما شفتوا نجاح هذا المشروع؟ طبعا إحنا ما قلنا نحكم خلال شهر، هل هو كيف تشوفوا الإقبال خلال شهر؟ أنتوا بديتوا من شهر أنا سمعت، كيف حاسين؟ هل الموضوع بعد يبالة ماركتينج أكثر، ولا الامور انتم حين راضين عن اللي واصل يعني؟ انتم عندكم كان توقعات قبل ما تبدون المشروع كم بتجيبون، او خلال 6 شهور الاولى كيف، وكيف بتغطون نسبه ال، هل ماشيين انتم الان حسب اللي انتم تطمحون له ولا اقل ولا اكثر؟ يعني سو فار الحمد لله يعني انا بالنسبه حقنا يعني حسيت ان الموضوع اكثر مما توقعت، الطلبات اللي جتنا يعني في تفاعل من الناس، في تفاعل من الناس يعني اكثر مما توقعت، لانه بالذات انه ما في دفع بالكريدت كارد، كاش اند ديليفري، و يعني بعد مو بس من الامارات يعني، وصلت طلبيات من الكويت، وصلت طلبيات بعد من كاليفورنيا، من لندن، طبعا طلبيات وحده يعني اندفجوال. بس كبدايه انا اشوف ان الطلبيات توصل لخارج الامارات خلال شهر يعتبر انجاز طبعا. طيب في المستقبل شو، هل عندكم مشاريع اخرى حابين؟ طبعا احنا الحين نفكر نسوي ديزاين حق العيد الوطني ان شاء الله، وبعد طبعا احنا مو بس يعني بنتحول شيء من الاونلاين، يمكن نشارك في الايفنت اللي تستوي مثلا في العيد الوطني، طبعا فعاليات اللي تستوي مرات ناخذ بوث مثلا في المكان، هالاشياء تساعد طبعا على زياده المبيعات عندنا في مبيعات قميص. ونفس الوقت انه طبعا ان شاء الله على السنه الجايه بنسوي ديزاينات جديده. هاي ديزاينات يعني الحين حاطين احنا على بالنا في اشياء، حاطين بالنا اشياء مثلا الناس قالوا لنا ليش ما تسوون كذا، ليش ما تسوون كذا، فحلو ان تحب تحس في تفاعل من الناس حتى يعطونا ديزاينات افكار ديزاينات. جميل. طيب انتم الان متفرغين لهذا المشروع ولا انتم الان تدرسون او في اصحاب وظيفه؟ انتم موظفين يعني، هذا الموضوع يمكن شو الهدف من وجود هذا المشروع بالنسبه لك؟ هل يكون انت في المستقبل حاط بالك انك تتفرغ لهذا المشروع الخاص فيك، ولا انه يحسن من دخلك، او ان لكم تصور اخر؟ والله حاليا هو تحسين للدخل، بس في المستقبل اذا المشروع ان شاء الله باذن الله كبر اكيد بتفرغ له، يعني هذا مشروعي انا وعمار. جميل. طيب انا شايف يمكن الصندوق، هذا الصندوق يمكن اللي عيبني فيه مثل صندوق البيتزا يعني. هو فعلا هو صندوق البيتزا وقميص بالعربي وبالانجليزي، فحلو وجميل يعني، التغليف حتى مبتكر. وكيف يعني جت الفكره جت كنت عمار ولا فيصل الفكره التغليف بالطريقه هذه، طريقه علبه البيتزا؟ هي فكرتي لان دائما الفنايل ما بتكون تي يعني. هي كيفيه هي، شوف هي كيفيه الفكره، ان كنا ياسين مع الرجال اللي بغينا نسوي باكجينج حق
حق البرودكت مالنا. فكان يراوينا الاشياء اللي هم مسوينها من قبل. حلو. فمن بينها كان صندوق البيتزا. انا قلت له بس هذا هو اللي انا ابغيه. حلو، شيء جديد وما حد سبقكم فيه. هو كان مسوينا حق مشروع ثاني البيتزا، بس احنا احنا جميل. والخط واللوجو من صممه؟ هاي الشركة بعصامتها. يعني في شركة سوتكم براندينج خاص للمنتج تبعكم. طيب بالنسبة لل ما عندكم فك يعني نية انكم مثلا غير القمصان شيء ثاني، بناطيل مثلا أكيد. وأحذية ولا بعد المشروع الآن خلكم تركزون في هذا حاليا القمصان، بس مثلا فكرنا ان الكولكشن الجاي يكون في انواع ثانية من القمصان، ممكن البولو، ممكن يعني البتن غير التيشيرت، غير يكون قمصان بأشكال أخرى. أشكال أخرى. وفي المستقبل بعد ممكن بناطلين الجينز مثلا، البناطلين العادية أو الشورتات أو يعني ممكن. ولازم نحن بدينا في مشروع هذا يعني إن شاء الله يعني يمكن نسوي جاكيتات نسوي هذا. زين عندكم مثلا إحصائيات أو تشوفوا كم شخص الآن عنده موضوع البلاك بيري البين، كيف وصلتوا للستة هذه الكبيرة؟ كيف الناس عرفت عن المشروع هذا؟ عملتوا مثلا حمله؟ وهل عندكم موقع الكتروني خاص بالبرودكت؟ هي عندنا احنا www.myqamees.com. اوكي. كل يوزر هذا ماي قميص موجود في تويتر في فيسبوك. طبعا يعني معروف هالايام يعني سوينا احنا دراسه قلنا شو اكثر شيء يعني اونلاين ينتشر في هالايام، البلاك بيري ماسنجر هذا والبرودكاست بين الناس. فأول شيء سويناه بدينا بالبلاك بيري، وطبعا الحين سوينا احنا في الانستغرام طبعا عشان كصور الناس تحب تشوف صور يعني بس كلام منها. طب اخر قبل ما اختم وياكم يمكن الوقت داهمنا، انت تشوف ان السوشيال ميديا والتسويق الالكتروني بيغنيكم عن الاستعانه بوسائل الاعلام التقليديه مثل التلفزيون والاذاعه والصحافه، ولا انه انتم تشوفون ان السوشيال ميديا الان هي الطاغيه وهي اللي توصل للناس اكثر من اي وسيله اخرى؟ وبالنسبه لي انا يعني كالشريحه اللي احنا مستهدفينها الشباب هي موجوده على السوشيال ميديا اكثر من تشوف تلفزيون ولا تشوف ولا تقرا جريده ولا. فاتوقع هالشيء عشان هالشيء خلانا نتوجه للسوشيال ميديا. هذه فيصل وفي النهاية بس أنا بقول إن ده يعني they complement each other، يعني هذا يكمل الثاني ما في غنى يعني هذا يدعم بالفعل. شكرا لكم وسعيدين بوجودكم. شكرا. بالفعل الإنسان يفتخر إنه في شباب الإمارات قاعدين يخترعون أو يبتكرون كثير من المنتجات والطرق، وإن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله في مشروعكم ويكون لكم مشاريع أخرى إن شاء الله ناجحة بإذن الله. أعزائي المشاهدين بعد فعلنا كثير من المواضيع يلي حضرنا لكم إياها لحلقتنا الليلة، خليكم معنا ولكن بعد الفاصل. مساء الخير عن جديد لكل المشاهدين وخاصة يلي بحبوا يتابعوا حلقة البست اوف، ولمحبي متابعة أخبار الفنانين رح نرجع هلأ نتابع نحن وياكم فقرة فنان الأسبوع يلي سلطت الضوء على تجربة المخرج السوري حاتم علي، منتابع نحن وياكم كل التفاصيل. بدأ حاتم علي حياته الفنية في أول عمل كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية حيث جسد شخصيات مختلفة تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة وبأنماط متعددة. إذا في فوائد من هالمصيبة الجديدة، واحدة منها أن تلاقينا اللي هون واللي هناك. توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات ليقدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل أزير سالم والذي يعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان، وقد تمت دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا. هي القدس التي ما زالت تكابد الأسرى 100 عام وقد دنس العدو مقدساتها. ها هي القدس التي شهدت مصارع أجدادكم حتى بلغ الدم فيها الركب. ها هي القدس التي منذ استولى عليها العدو
وهي ما زالت تتقلب في خواطر أبناء هذه الأمة جيلا بعد جيل. يعني هذا انطباع أنا أعتقد أنه يعني الإعلام عم بيساهم بتكريسه، أنه أنا مخرج متخصص في الأعمال يعني التاريخية أو أهرب من استحقاقات الواقع إلى التاريخ. لا، الحقيقة ربما يعني شهرة الأعمال التاريخية هي اللي بتعطي مثل هذا الانطباع الخاطئ. يعني أنت مثلا ذكرت مسلسلين كليهما يعني بينتمي للإنتاج الكبير والضخم وللتاريخ، وكان بيناتهم المسلسل المعاصر اسمه الغفران، بس انت تناسيته، ربما هو اقل شهره من هذين المسلسلين على اعتبار انه المسلسل يعني التاريخي ربما يكون له طابع عربي ويتجاوز يعني الهموم المعاصره والمحليه لكل بلد على حدة، ويصبح يعني اكثر تعميما واكثر انتشارا بالتالي. لا، الحقيقه انا يعني ما زالت لدي الرغبه واعمل على مسلسلات معاصرة، ولكن بطبيعة الحال مسلسل كعمر بالتأكيد سيكون يعني أكثر شهرة، لأنه موضوعه أساساً موضوع ربما يكون يعني أكثر حساسية أكثر أهمية، ويهم المشاهد ليس فقط العربي ولكن أيضاً الإسلامي، ولذلك تم يعني دبلجة وترجمة وعرض مسلسل عمر في يعني أكثر من محطة غير عربية كتركيا وأندونيسيا والباكستان وماليزيا، والآن هناك يعني مشاريع لعرضه على محطات أخرى. مؤخرا مسلسل عمر الذي جسد من خلاله حياة الفاروق عمر بن الخطاب والذي نال نسبة مشاهدة عالية خلال رمضان المنصرم. إن هذا العمل لم ينله فقط قسط من الإعجاب، بل حاز أيضا على انتقاد البعض وحتى بعض الممثلين الذين شاركوا في العمل، ومنهم الممثل والإعلامي أسعد خليفة الذي أدى بصوته شخصية عمر والتي أداها تمثيليا الممثل سامر إسماعيل. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. حيث ذكر أسعد في حديث له مع جريدة الدستور أنه غير راضي عن تهميشه من قبل أسرة العمل، ووجه انتقادات لأداء الممثل، وقال: لم أشعر بالشخصية التي يؤديها الممثل سامر إسماعيل، وكان يفتقد وجهه للتعبير عن الموقف وما ينقله عن الشخصية العمرية. فما كان رأي حاتم علي بما قيل؟ أنا حقيقة ما قريت يعني هذا اللقاء، وبالتالي انا ممكن رد على يعني على ما نقلته انت على لسانه بالتاكيد، لانه احيانا نشوف في كثير من الاخبار قد تكون مختلقه. انا اعرف ذلك واعيه جيدا، لانه ايضا على لساني تم يعني كتابه الكثير من التصريحات انا بريء منها. اسعد خليفه قام بدبلجه يعني الصوت. الحقيقة يعني الممثلين يعني في هذا المسلسل يعني عامة يعني تم يعني ذكر أسمائهم في الشارة الأخيرة من المسلسل، يعني بما فيهم أبطال المسلسل يعني، وهذا كان حقيقة بهدف يعني بهدف عدم التشويش على رسالة المسلسل، على شخصيات المسلسل التي تمت مقاربتها للمرة الأولى في تاريخ يعني الدراما والسينما العربية، وبالتالي كان يعني هذا نوع أيضا من يعني من أنواع يعني تكريم هذه الشخصيات. فأنا لا أدري إذا كان يعني وضع أسماء كل ممثلين المسلسل في الشارة الأخيرة هو نوع من أنواع الإساءة، أنا يعني لا أظن ذلك. أسماءهم موجودة سواء كانت في بداية أو نهاية المسلسل، وبالاحترام الذي يعني يليق بهم، ولا أعتقد بالتالي أنه من حق يعني أسعد خليفة أن يعترض مثلا على شكل أو وجود يعني اسمه، ولا فيما بعد على الاهتمام. هذا الاهتمام يعني هو ليس أصلا من صناعتي كمخرج، ولا هو من صناعة يعني منتج المسلسل.
رح نتابع نحن وياكم حلقتنا، ونظرا لأهمية حملة دي ام تي في سويت موفمبر ويلي بتستمر طيلة هيدا الشهر لتوعية الرجال عن خطر سرطان البروستات، رح يكون لنا عودة هلأ لموضوع علاج البروستاتا بالأذن مع الدكتور عادل اسكندر عبد الرحمن، وكل التفاصيل يلي حكينا عنها منشوفها سوا بهذا اللقاء. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. ونظرا لخطورة مرض البروستاتا بالنسبة للرجل، طبعا سوف نتطرق لطريقة جديدة، إحدى الطرق الحديثة في علاج مرض البروستاتا، وهو العلاج بالأوزون. وطبعا هذا المرض التهاب البروستاتا أو تضخمها، كان لابد لنا أن نسلط الضوء على هذه الطريقة الحديثة من طرق الوقاية والعلاج والشفاء من هذا المرض. طبعا حول هذا الموضوع نرحب بالدكتور عادل اسكندر عبد الرحمن، خبير في العلاج بالأوزون بمركز الشارقة للطب الشمولي. مرحبا بك دكتور، وبداية تعرفنا عن موضوع العلاج بالأوزون، وكيف ما هو هذا العلاج بالأوزون، ونوضح للسادة المشاهدين هذا الأسلوب في العلاج. طبعا كلمة الأوزون يبقى هي طبقة الأوزون اللي موجودة في الجو. نعم. هي نفس طبقة الأوزون اللي بدأ الطب الحديث يستغل إن هي لها دور في المجال الطبي. جميل. الأوزون بدأ في ألمانيا وبعد كده انتقل لإيطاليا، ودي من أكبر الدول الرائدة في هذا المجال، وبعدين انتقل لروسيا، والنهاردة الكلام ده طبعا بنقول أكتر من 40 سنة، إنما النهاردة بقى الأوزون منتشر على مستوى دول العالم كلها. الإمارات تعتبر أول دولة خليجية الحقيقة أنها أدخلت هذا النوع من العلاج. مصر كانت أول دولة عربية، ولكن أنا كان لي الشرف أن أول من أدخل هذا العلاج في الشرق الأوسط بعد دراسته وممارسته في ألمانيا. والنهاردة السعودية حاليا إحنا في دراسات معها أنها تعمل مدينة أوزون، وده تبقى أول مدينة أوزون عالمية شاملة الأوزون الصناعي في مجال الحشرات وتعقيم الجو وحفظ الأغذية والزراعة، وليه أنا أبحث في هذا المجال بجانب المجال الطبي ومنتجع طبي، ونقدر نقول إن الأوزون له مجالات كثيرة في مختلف الحياة. طيب يعني كيف تتم طريقة العلاج بالأوزون؟ هل لو توضح لنا الطريقة هذه كيف بتكون؟ هو الأوزون عبارة عن غاز. نعم. وبيطبق طبيا بشكل غاز، ولكن رغم أنه هو غاز ممنوع استنشاقه. جميل. فبيتاخد بطرق مختلفة بأساليب جلسات، وده علم الأوزون ودراسة الأوزون، بجلسات مختلفة دي بتتوقف على نوع الأمراض ودراسة الحالات اللي احنا بنعالجها. كل مرض له أسلوب وطريقة جلسات مختلفة. بالنسبة لالتهاب البروستاتا، البروستاتا لو جينا نتكلم طبعا هو ليه مجالات كتيرة في علاج الأوزون، لأن لو قلنا أول حاجة أنه هو قاتل البكتيريا 100%، لو قلنا 100% يعني أقوى من المضاد الحيوي، ولا يمكن البكتيريا في يوم من الأيام يحصل مقاومة ما بينها وما بين الأوزون، أو أن هي الأوزون ما يأثرش فيها زي ما بيحصل حتى في المضاد الحيوي، وده ليه تفسيرات علمية طبعا ليه قلنا كده. يمكن كمان نضيف سريعة كده معلومة ظريفة، لما نقول الحمام السباحة بيعقم بالأوزون، كلمة حمام سباحة أولمبي يعني معقم بالأوزون وليس بالكلور، لأنه أقوى من الكلور 3200 مرة، بجانب ان هو ملوش اي اضرار زي الكلور، ما بيعمل اضرار طبعا صحيه. هل ممكن يشرب الماء اللي بالمنقب في حاجه الأوزون؟ اسمها ماء الاوزون. نعم. جنوب افريقيا النهارده كلها بماء الاوزون طبعا، لان ليه دور، ودي من الحاجات اللي هنسردها في الحديث بتاعنا طبعا، ايه هو ماء الاوزون وبيستعمل في ايه. اما الاوزون بيعالج امراض زي السكر، وبيعالج زي امراض الفيروسيه النهارده التهابات الكبد، بيعالج ايضا امراض الروماتيزميه، بيعالج مشكله اوعيه الضيق اوعيه الشرايين في الاطراف، والتهاب الاعصاب والذاكره والضعف الزهايمر والنسيان. ليه دور، حتى الرياضيين النهارده بيستعملوا الاوزون، وتسمع المذيع يقول لك الماكينه الالماني، هو ما قالش ماكينه ايطالي ولا انجليزي مثلا، لان انا ما كنت في ميونخ حتى كنا بندي فريق بايرن ميونخ الاوزون، طبعا اللعيب بياخد بطاقه 3 اضعاف. انما لو نرجع بقى نركز بالنسبه للبروستاتا، هي البروستاتا المشكله بتاعتها ان هي بتبقى 3 فصوص، الفص الاوسط هو اللي بيبقى دايما فيه المشكله. نعم. ولما بيتضخم او يلتهب او تحصل فيه مشاكل بيضغط على المثانه، وهنا ضغط المثانه بيعمل مشاكل زي كمثال احتباس البول او الرغبه في التبول او عدم التحكم. طب قبل ما نوضح طريقه العلاج بالاوزون، بماذا يتميز الاوزون عن بقيه العلاجات التقليديه؟ هل هي اسرع،
أكثر نجاعة يعني. أنا مش هقدر أقول إن هو مميز كل أسلوب علاج له أهميته لا شك ولا نقدرش نلغيه، إنما هو حقق النتائج. إن إحنا في الطب اللي تهمنا أهم ميزة في الأوزون ليس له أضرار وليس له أعراض جانبية، هذا أهم ولو شيء. قلنا الأضرار يعني إيه؟ يعني مثلا زي الكورتيزون، اللي بياخد كورتيزون حتى لو اضطرينا نديه وبيعالج حالات، إنما بيبوظ البنكرياس والمريض بيخش في سكر، بيعمل قرحة معدة، ممكن يعمل هشاشة عظام. إن أنا لو وقفت الكورتيزون مش هتختفي هذه الأمراض، يبقى دي اسمها مضاعفات. أما الأثار الجانبية اللي زي مثلا يجي له دوخة أو غثيان أو رغبة في النوم، إمساك، إسهال، زي الأدوية ما بنكتب أعراض جانبية، دي لما بتوقف الدواء اللي بيستعمل بتختفي الأعراض. هذه ميزة ممتازة. الأوزون ليس له الأعراض جانبية وليس له أضرار، من أهم الميزات. وليه بنقول كده؟ زي الألمان دائما يقول لك الكلام سهل جدا، إنما ليه تقول كده؟ لأنه عبارة عن إيه؟ أكسجين. ويوم ما نسمع أضرار الأكسجين يبقى في الحالة دي هي دي أضرار الأوزون، وطبيعي الأكسجين ده هو صديق الصحة. فإذن الأوزون من أهم مميزاته أن أسلوب علاجي حديث ليس لها أضرار ولا أعراض جانبية، مع نسبة النجاح بتاعته طبعا. طيب لو تكلمنا ركزنا على موضوع البروستاتا، هل في هناك مدة زمنية معينة لتنفيذ هذا العلاج والانتهاء؟ لا، اللي هنتكلم فيه أهم إن البروستاتا مشكلتها إن بنخاف من سرطان البروستاتا، لأن ملوش أي أعراض في الأول والمريض ما يشعرش بأي شيء، وللأسف الشديد بالصدفة ما يبدأ بقى يكون المرض بدأ يتمكن من المريض تبدأ الأعراض، وتكون دايما الحالات للأسف متأخرة، خاصة كمان منطقة دي غنية بالأوعية الدموية، والأوعية الدموية تبقى مشكلة انتشار السرطان سهل فيها، فمنطقة الحوض دي بتبقى مشكلة من ناحية السرطان لما بيظهر. فدي من الامراض اللي لازم يتعمل عليها اللي هي تشيك اب، ان احنا يعني فحص دايما متواصل، خاصه بعد سن الأربعين. نعم. المفروض ان كل واحد يعمل فحص فيه تحليل معين بيبين بوادر ان كانت هتحصل ولا لا، يعمله كل سنه وبعد كده كل 6 شهور، ودي للامان زي بالضبط المقابل لسرطان عنق الرحم في السيدات، ملوش برضو اي اعراض ولكن برضو بعد ما بيتمكن بتظهر المشكله. فالاوزون ميزته ان هو بيمنع سرطان البروستاتا إذا اتاخد قرص وقائي كل سنة، وفي ألمانيا بياخدوه كلهم رجالة لهذا الهدف، والسيدات بياخدوه عشان عنق الرحم، ودي من الدول اللي هي نسبة السرطان فيها قليل جدا بتاع عنق الرحم والبروستاتا، لأن السرطان هو 4 مراحل. الأولى مكان ما بينتشر، مكان ما يتواجد، الثانية ينتشر في مكان ما تواجد، الثالثة ينتقل لمكان تاني، رابع المرحلة ينتشر في المكان اللي انتقل فيه. الأوزون بيشتغل على المرحلة الأولى والثانية، ودي على فكرة بالمناسبة لو معلومة نقولها، طبيب أوتون فان بيرج الألماني ده الطبيب الوحيد اللي حصل على جائزة نوبل في الطب 2 وترشح 3 بس توفى قبل الاختيار، ولا طبيب في مستوى العالم لغاية النهاردة في أي أبحاث حصل على جائزة نوبل 2 إلا من اشتغل في هذا المجال. جميل. يبقى نعرف قد إيه أهميته وقد إيه هو كان أخذها أساسا في موضوع الأوزون. نعم. والأورام. نعم. طيب لو نتكلم عن نسب نجاح العلاج بالأوزون بالنسبة لعلاج التهابات البروستاتا والسرطان، هل هناك في نسب ممكن إيه لما يتاخد قبل ظهوره يبقى النسبة تقريبا نقول 100%، ما يجيش. لأن السرطان ما هو خد فيها جائزة نوبل، فكرة السرطان إذا الأكسجين قل في الخلية عن 40% تبدأ تتحول خلايا سرطانية. والأوزون هو أكسجين فبيغذي الخلايا، أي خلية في الجسم ناقص فيها الأكسجين فبيقدر إن أي واحد مش مريض حتى السليم لما بياخد الأوزون بيغطي الخلايا الجسم بالأكسجين، علاج وقائي جدا ممتاز. فهو أساسا يعتبر وقائي. يعني أنا في ألمانيا كان شغلي 70% كوقائي، وأنا دكتوراه في الطب الوقائي حتى يعني، فكان مجالي أكتر. جميل. وال30% في العلاج، إنما للأسف إحنا في العالم الثالث دايما بيبقى المريض ما بيجيش إلا ما يعرفش يأكل، ما يعرفش ينام، حاجات زي كده يبدأ يجي جدا. يمكن هذا موضوع جدا شيق ومهم من العلاج بالأوزون. طيب دكتور، المدة العلاجية اللي يستغرقها علاج هو بيتاخد بشكل جلسات، طبعا بعض الأمراض بتحتاج كل يوم أو يوم بعد يوم أو 2 في الأسبوع، أو ساعات بنبدأ بأيام متواصلة بعدين نبدأ نقلل عدد الجلسات. الجلسة ما بتاخدش وقت طويل، تقريبا ربع تلت ساعة الجلسة. المريض لما بياخدها مش مفروض بالضبط، أنا دايما أقول للمريض إذا سمعت شروط لما تيجي تشرب مية، هي دي الشروط اللي هنقولها ليك لما تيجي تاخد الأوزون. جميل. يعني يقدر ياخدها ويمارس يومه عادي جدا، ملاش أي شروط لا قبل ولا أثناء ولا بعد الجلسة. نعم. الجلسة الحقيقة بالنسبة
البروستاتا نقدر نقول تقريبا بياخد في حدود 12 جلسة اللي هو لسه ما ابتداش أو ما عندوش حاجة. طيب أما إذا دخل في الأورام فطبعا لازم بطول المدة، ولكن بنبه وبعيد مش بنستغنى عن الطبيب المعالج للأورام. جميل. لا احنا بنشال وياه اثناء ما يكون تواجد الورم. انت ذكرت ان ما له اثار جانبيه حتى على موضوع الخصوبه، لان البروستاتا لها علاقه مباشره بموضوع خصوبه الرجل، هل له تاثيرات؟ لا، هي الخصوبه موضوع يمكن قريب للبروستاتا. نعم. انما مش شرط اللي عنده بروستاتا بقى فيه مشكله في الخصوبه، ومش شرط اللي عنده مشكله في الخصوبه بقى ليه مشكله في البروستاتا. صحيح. هي البروستاتا هي اساسا القدره الجنسيه. نعم. أكتر من موضوع والخصوبة ليس لها علاقة بالقدرة الجنسية، إنما بيساعد اللي هي في تكوين الحيوانات، يساعد في تكوين الحيوانات المنوية، أو لو كان في مشاكل التهابات أو في لزوج أو في الحاجات اللي بتحصل بالنسبة للناس بتوع علم الذكورة دي اللي خاص بيهم، بيساعد الأذن أنه هو يساعد بعدها تاني في هذا المجال. طيب يعني أنت في اعتقادك دكتور أنه بيكون الأوزون في المستقبل بديل عن العلاجات الكيميائية في المستقبل؟ هو النهاردة العالم بدأ يخرج من العلاج الكيميائي بعد 200 سنة تقريبا من استعماله نتيجة مشاكل الكيميائيات اللي كانت بتتواجد، وبدأ يلجأوا للعلاجات الطبيعية الأساليب زي النهاردة. ما ده اللي دخلتنا أنت في موضوع جديد اللي هو إيه هو الطب التكميلي وايه الطب البديل في الحلقه الجايه بالضبط. بس هنتكلم في دي هنتكلم الطب الحديث زي العلاج بالليزر، الخلايا الجذعيه، العلاج الهوميوباثي اللي هو طب الطاقه، العلاج المغناطيسي، العلاج بالاوزون، كل دي حاجات حديثه في الطب النهارده بتطبق، وفي دول بدات تتقدم جدا في هذا المجال. يعني هذا ممكن السبب الرئيسي اللي خلى الناس تطلق على طبيب الأوزون الساحر الطبي، يمكن لأنه يعالج كثير. أنا سمعتها من مرضى. نعم. لأن زي مريضة ما بيوقف الإنسولين، فما سمعتش حد وقف إنسولين طبعا. نعم. لما تسمع مريض داخل عمليات للبتر قدم السكري. نعم. ويرجع رجله طبيعية جدا والتأم الجرح بعد ما هو بشروه أنه نعمل بتر. نعم. اعتقد هنا دي كلمه ساحر جت من كده، لما بالفعل. مريض طبعا ماشي بعصايه ومش قادر. نعم. يمشي اللي بيها، والنهارده يقول لك انا نسيت العصايه وهو ماشي، نسي يستعملها نتيجه كل دي حاجات عملها الاوزون، فمن هنا جت الساحر للاوزون وليس الطبيب طبعا. طبعا نشكر الدكتور عادل اسكندر عبد الرحمن على المشاركه معنا في هذا اللقاء، وان شاء الله اكيد بيكون لنا دكتور لقاءات اخرى حول العلاج بالاوزون. من الموضوع الصحي رح ننتقل نحن وياكم تنحكي شوي، وخاصة لمحبي الساعات رح يكون لنا عودة لفقرة برستيج وأسبوع مزادات كريستيز يلي أقيم بدبي. كل التفاصيل منشوفهم سوا بهيدا التقرير. كان أسبوع مزادات كريستيز الذي أقيم في دبي وآخر شهر أكتوبر فرصة مناسبة لتحتفل دار كريستيز بتعيين فريدريك ووترلو خبيراً إقليمياً في مجال الساعات والمجوهرات، وذلك من خلال العرض الخاص لمجموعة مختارة من الساعات يزيد عددها عن 40 ساعة تضم أكثر الساعات فرادة وشهرة لتمثل الجزء المهم من مجموعة الساعات النادرة والفاخرة التي ستعرض ضمن مزاد كريستيز الشهير للساعات في جنيف في آخر نوفمبر الجاري. We're here to show our customers here, our clients in the Middle East, the watches that will be at Geneva. We're here to show them that Christie's sells watches, beautiful watches, and to be able to put them in their hands. It's one thing to see them in the catalog or on online, but it's another thing to have them in your hand and see exactly what they are about. So we have a highlights of watches from the upcoming Geneva auction. The Geneva office, the watch department, was kind enough to send us 40 watches of the 300 coming at auction. So we have Rolex, we have lots of different pieces. We have Panerai, Breguet, Lange & Söhne, quite a few beautiful pieces, including some very rare ones, such as 1960s Rolex, 1980s Daytonas. We have 1940s Patek Philippe. We even have one with the face of King Abdulaziz, King Saud bin Abdulaziz, sorry. We have watches starting from a couple of thousand dollars, and of course we have watches going up to 100, 150,
and above $1,000, and in all everything in between. So we have some Rolex for $5,000-$7,000, or extremely rare one for $50,000. Complicated watches in gold starts around $6,000-$8,000, and of course going up. And this year in Geneva, unfortunately we don't have it here to present to you, but we have a couple of very rare platinum Patek Philippe's which are expecting to reach up to $3.5 or $4 million. And auctions, watches and jewelry happen twice a year in Geneva, Hong Kong, New York, hopefully Dubai soon. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومنرجع منتابع نحن وياكم حلقتنا لهالأسبوع. خليكم معنا. رح نتابع نحن وياكم حلقتنا ورح يكون لنا عودة لفقرة التوب 10، واليوم رح نتعرف على أفضل 10 مقاتلات نفاثة بالعالم واللي بتعكس التفوق العسكري لكل بلد. خلينا نتابع نحن وياكم كل التفاصيل. لا يتوقف علماء المختبرات العسكرية عن الابتكارات التي تضمن لدولهم التفوق، لكن تظل الطائرات المقاتلة سلاح الأقوى، فهي تتحرك في كل الاتجاهات بسرعة كبيرة وتستطيع الانقضاض على الأهداف كالبرق. لذا دعونا نتعرف على أفضل 10 مقاتلات نفاثة متواجدة حالياً. تأتي في المرتبة العاشرة الطائرة السوفيتية SU-27 فلانكر، التي تشتهر بقدرة عالية جداً على المناورة كطائرة نفاثة، وقد أجرت أول تجربة طيران في 20 مايو 1977، وعرضت للعالم في ديسمبر 1984، وقد تم تصميمها بواسطة شركة سوخوي، وتستخدم الطائرة حالياً في القوات الروسية والصينية والأوكرانية. احتلت الطائرة F-18EF Super Hornet المرتبة التاسعة، وهي أمريكية الصنع، وأجرت أول تجربة طيران لها في 29 نوفمبر 1995، وظهرت للعالم في 1999. ويمكن لتلك الطائرة حمل صواريخ جو-جو وجو أرض، بالإضافة إلى رشاش أساسي عيار 20 ملم، وتستخدمها الولايات المتحدة وأستراليا في قواتها الجوية. ننتقل إلى المرتبة الثامنة والتي احتلتها الأفعى، كما يسميها الطيارون، F-16 Fighting Falcon 8، وهي طائرة نفاثة متعددة المهام، وتتميز بثباتها والمقاعد المائلة 30 درجة لتقليل تأثير الجاذبية الأرضية على الطيار، بالإضافة إلى غطاء مقصورة على شكل فقاعة لتحسين الرؤية، والأهم من ذلك عصا القيادة متعددة الأزرار سهلة التحكم. <تصفيق>
أما الطائرة F-15 سي إيجل فقد احتلت المرتبة السابعة، وقد تم تصميم تلك المقاتلة التكتيكية ذات المحركين بواسطة شركة ماكدونيل دوغلاس بهدف ضمان التفوق الجوي، وقد أجرت أول تجربة طيران لها في 27 من يوليو عام 1972، وتم تقديمها للعالم بعد 6 سنوات في يناير 1978. واستخدمتها الولايات المتحدة واليابان والسعودية، ورغم ظهور طائرات أحدث منها فإنها ستظل ضمن القوات الأمريكية حتى عام 2025. تعتبر الطائرة ميك 35 من المقاتلات المتقدمة للغاية في الجيل الرابع، لذا حصلت على المرتبة السادسة، وتتميز بنظام تحديد الأهداف البصرية والذي يخفف اعتمادها على أنظمة المساعدة الأرضية ويساعدها على القيام بعدة مهام قتالية بمفردها. كما يوجد على جناحي الطائرة نظام ليزر يمكنها من اكتشاف الأخطار القريبة وتدميرها. وقد قامت بتصميمها شركة ميكوين، وأجرت أول تجربة طيران لها في عام 2007. وقد حازت الطائرة F-14D تومكات على المرتبة الخامسة، وقد تم تصميم هذه الطائرة لصالح القوات البحرية الأمريكية بواسطة شركة جرومان، وهي أسرع من الصوت وتملك محركين ومقعدين، وقد أجرت أول تجربة طيران لها في 21 من ديسمبر عام 1970، وعرضت للعالم في سبتمبر 1974. وحلت في المرتبة الرابعة الطائرة الفرنسية الشديدة الخطورة داسو غافال، المعروفة بقدراتها في المعارك الجوية التي لا تنازعها طائرة أخرى فيها، وهي تدعم نظام حربي إلكتروني يعمل على الدفاع عن الطائرة ضد التهديدات الأرضية والجوية، كما تستخدم نظام خرائط ثلاثية الأبعاد للتصويب على الأهداف واعتراض الطائرات المعادية. وقد أجرت أول تجربة طيران لها في 4 من يوليو عام 1986، وبعد 14 عاما تم عرض النموذج الكامل منها والذي تستخدمه القوات الفرنسية البحرية والجوية والهند، وقد استخدمت في معارك بأفغانستان وليبيا، ويمكن تحميلها بقنابل نووية. اعتلت الطائرة الروسية سوخوي SU-35 على المرتبة الثالثة، حيث تحتوي على مقعد طيار واحد ومحركين، وهي مشتقة من المقاتلة SU-27 وتستخدم من قبل البرازيل والهند وكوريا الجنوبية. وقد أجرت الطائرة أول تجربة طيران لها في 19 من فبراير عام 2008، ويكلف إنتاج الطائرة الواحدة من هذا النوع 65 مليون دولار أمريكي. ننتقل إلى الطائرة الحائزة على المرتبة الثانية والتي تدعى يوروفايتر تايفون، وقد صممت الطائرة بواسطة تحالف من 4 شركات من دول مختلفة، المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وتتميز بنظام دفاعي متكامل عالي التكنولوجيا يعمل على رصد الأخطار الجوية والأرضية والتعامل مع عدة تهديدات في نفس الوقت. وحاليا تعمل في القوات الجوية البريطانية والأسترالية والألمانية والإسبانية والسعودية، عرضت لأول مرة للعالم في أغسطس 2003. أما الطائرة التي حازت على المرتبة الأولى بلا منازع فهي طائرة F-22 Raptor، والتي صنفت كأقوى مقاتلة في العالم وأهم مكونات القوات الجوية الأمريكية، وتتميز بقدراتها العالية في القتال والهجوم من أعلى ارتفاع ممكن، بالإضافة لسرعة الحركة والمناورة، كما أنها تضمن التفوق الجوي ولا يمكن رصدها بالرادارات، ويمكنها اختراق المناطق المعادية بسهولة. وتم عرضها لأول مرة في ديسمبر عام 2005 كنتيجة للتعاون بين شركتين بوينغ ولوكهيد مارتن.
رح نتابع نحن وياكم حلقتنا ورح نرجع هلا لتقرير عن احدث تصاميم عطورات ميكاليف الفرنسيه وكل الاجواء يلي واكبتها بافتتاح مركزها الجديد بدبي. خلينا نتابع نحن وياكم كل التفاصيل. أكدت دار ميكاليف الفرنسية عراقتها في مجال العطور بإطلاق آخر إبداعاتها إيلونغين جولد، ليكون ثالث عطر تقدمه الدار ضمن تشكيلة جول بعد عطر جول فور هير وجول فور هيم. We start very small. We start on the cellar of our house and step by step we build our business together. Because I was born like that, I am artist. And I wanted to create a perfume with art and perfume, not only perfume. And he helped me a lot because I am talented and I want to combine these two activities together. It's love and passion between us. And of course, this has helped us a lot to develop our perfumes and our company, because a perfume is a message of dreams, of love, of passion, of stories. And this is how we developed our company. ومن منطلق تمسك دار ميكاليف بالتراث الفرنسي في عالم العطورات، حرصت السيدة مارتين ميكاليف صاحبة الدار أن تترك بصماتها الفنية المشهود لها بها في الدار، فقد رصعت بيدها زجاجة بأحجار الكريستال المصممة من شواروفسكي لتصل إلى التركيبة التي صممها زوجها وشريكها السيد جوفري نجمان. We produce perfumes for women and perfumes for men. We also do unisex perfumes, and today the choice is very big, and the culture of men and women has changed, so we do not give the direction what is for men, what is for women. It's for everyone to choose by himself, and I think in the Middle East especially it's important that you leave the choice to the customer. We were very lucky to be received and accepted by company here in Dubai and in UAE, which is Paris Gallery. They carry our products on an exclusive basis, and we're very lucky that the consumers in the Middle East are very strong in purchasing perfumes, and we exchanged a lot of satisfaction with them in friendship and in business. I think the success is coming from hard work, but also, as we always say, with the passion and the love behind the creation. And we are very lucky to be in a business that we enjoy. It's a real enjoyment. We are not counting the hours that we work. And now I can get you out of my mind. I wanna be close to you. I wanna be near. I keep on falling. أعزائي المشاهدين، بنهاية حلقتنا أكيد متمنى لكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة السنة الهجرية، ومن الله راد نرجع نلاقيكم نهار السبت بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. تصبحوا على ألف خير.